شي بارك تشحالك ياك لباس ياك الخير، شنتو رجلي طافيلات ياك الخير. يا مرحبا، السهل والله الحمد لله. لا هذا المرحوم توفى يوم الأربعاء اللي فات، وحنا لا الأربعاء حد ولا عند منين قاعد توفى. لا الدفن عنه مثلا عنه ما علموا به اخواته، بيم تعرف جابوه في امبيلونس من توفى في دار زاوية، ولا قالوا عنه تو تم حس شوي بقشوشو، تري يقرا صورة ياسين، فمتبع لها الهلال ومقطع ومقصر، والشيخ سعد بوه، وفي دار التلاميذ قالوا عنه، وقالوا عنه مصي عنه هذا ينتهي في النمجة بلد الشيخ سعد بوه. اوتو ايوه يا ابويا، ما نعرف يا عاد مسكين، عندهم انفصام شخصية والله ما نعرف، ولا عاد مسكين شي كتبوا عليهم ولا انا قالوا لهم ما نعرف. المهم هم اللي عارفين عنه شريف اليوم هذا، الناس قالوا عنه عادلوا معاهم 45 عام حال. وتو جاو بني جاو عدلوا له حالته، وراهم عارفين عن عنده امرأة في بليده من حي قال له ملح. اه بديره موسى قال لهم ما اسمها ملح الماما، اي ولا بالشو حي من نواكشو، رغم اللي يعودوا القوم يعرفوه، قال له ملح. وهي واحدة من اولاد بل واخوالها اولاد دماء، وقالوا عنها جات هي للدفن ومعاها اخوها كورونيل في الجيش. منين عادوا فاوض الشي قالوا لهم احنا هذا الراجل عنده ذي الوتة شاريها عدرو أيام ما هم ياسرين بـ12 مليون، فاضت موريتان 500، وفيها اللي عنده من شي متاع ومسائل حق. تو قالت لهم أنا اللي أنا هي اللي عنده من وعنده ذي الطفيلة، قال لها واحد منهم من ليش ياخذه، قالوا أنا، قال لها قط ذكر لي طفيلة، قالت له هي حق حق حق. يوم ما بعد قالوا لها احنا بعد كمان مسلمين لك شي لأن نعرفوا قضيته هو منهم، وراح القضية في اعطوا قاع الصحق منانا عنه سلفان عليه ولو وعيطوا له يغير مولي يدوروا ويقبضوا الأخبار. الناس مشات في القضية في الجروبات، خارجش من الجروبات لكن هنا لحقت خارجش من الرواقيز، قط عاد معاه وعارف، وهذا اللي تصاور ذلك اللي في المرحوم بلال والطفيلات والمامي واخواته، هو منات اخوه، واحدة منات اخته، واحدة من اخته، واحدة من اخوه. هذا راجل قال عنه فوت معاه 3 عيمان، لا اللي شاف لو سافر كله يرد قصة. المهم هو بعد الناس اللي هما قاع كان معاهم وذا كامل جاء وقبض اخبار وعرفوا حصيلة تركته اللي في نواكشوط، ومزالوا لهم لا وحدين لا علي عنده شي في السنغال والله غامبيا والله ذاك، وتوف وفي الأخبار على ذا اللي هو بعد من عند الطافيات جاءهم وكتبوا اسمه واسم وقابيلته وهو من وأمه منه، فهمت؟ أمال هو المرأة قايلها عنه والملاي الزين، أمال لي واحد من الأوديات يقول واحد من الرجال أنا هي قاع جايته قالت عنها يسوى هو منه عنه النازل له، وقالت لوالدها عنها الدور تجيه، فهمتني؟ هذا قاع قايل واحد من الأشياء، وقايل لها عن أم مولي شيخة والله ذاك ياك، فهمتني؟ وعاطيها وصف امرأة قالوا عنهم يعرفوهم هذا في الأوديوات كام حق. الله يرحمه ويتجاوز عنه، طالبين له عند الله إن شاء الله، طالبين له الرحمة والمغفرة منين عقبناه ذي الكذيب يلا كذيب حق. هو راجل متعدل، احنا فوقت عندنا هون الشهر متعدل حتى، وهم اللي ما يقولوا عنه ما هو شي، قالوا عنه كريم ومتعدل وعنه لا عاد ما هو شريف يعني صفة الشرف حق. أوتو عندي هون شي من الأوديات اللي عاد ما نحبوك نمشيهم لك بإذن الله، لا عاد تبغيهم نمشيهم لك. هذول قايلين عنه الناس اللي هذا اللي دفنوه وحضروا له، قالوا عنهم متعايشين معاه 45 سنة حق الحمد لله. هو تصوري الدنيا دي هي يعطينا خير حق، وضريك لا من هاي المدة كامل من هون 15 يوم 20 يوم ليتم متداول، واللي قط شافه والله عرفوا ليه يتكلم ويقول هذا وذا.